الحنة السويسي. طلعت السمسمية نجوم كتير في السويس، منهم اللي خد شهرة إعلامية كبيرة زي الفنان الراحل كابتن غزالي، ومنهم اللي ما كانش له نصيب كبير في الإعلام رغم تأثيره زي الفنان بكر حسن. بكر حسن من مواليد حي الأربعين 1954، اتربى بين أسرة بسيطة، الأب عامل والأم ربة منزل ومعاه تلات إخوات. أبوه دخله كتاب الحي، لكن غوايته للغنى وجريه ورا السمسمية كانوا سبب في انه ما يكملش تعليمه. في 67 هاجر مع اسرته للمنوفية، وهناك اشتغل نجار مسلح مع جريه ورا الغنى في الافراح الشعبية. وبعد عبور اكتوبر 73 راح بورسعيد وانضم لفرقة الفائي والزفة اللي كان بيديرها الفنان حسن العشري، والتميز صوته نجح نجاح كبير. أقنعه صديقه الفنان سيد عبد السلام بالرجوع للسويس، ورجع يغني في بلده. مفيش فرح في زقاق أو حارة أو شارع إلا وغنى فيه. عمل أكتر من 150 أغنية وموال و15 شريط كاسيت، وظهر في فيلم حكايات الغريب سنة 1992. لمجد بلاده حارس من غدر الصهيونية. عاش بكر حسن على دخله المتواضع من الغنى في الأفراح لحد ما احتبس صوته واحتار الأطباء في أمره، وعانى في أيامه الأخيرة لحد رحيله في 2014. رحل بعد ما كتب اسمه في سجل تاريخ الغنى الشجي في السويس. للغريب يا غريب قادت أنا ديلك، من الشرق ومن الغرب وكل الخل بديلك. مع ظهور الدي جي في التسعينات وانتشاره وإقبال الناس عليه، اختفت فرق السمسمية من مدينة الألف عازف. ما فضلش غير فرقتين، فرقة أنغام السمسمية للفنان سيد عبد السلام وبكر حسن، وفرقة الجوهرة السمراء للفنان سيد كامل. Nasri.
من 76 كهواية طبعاً، وجينا في الثمانين بقى، في الثمانينات، في أول الثمانينات بالظبط بدأت تبقى احترافية معانا بقى، وبدأ شغل الاحتراف. أنت من الناس اللي عاشت مرحلة التهجير؟ كنت طفل صغير؟ هاجرت كان عندي 6 سنين. 6 سنين؟ آه، رجعنا السويس في 74. رجعت السويس، كان بدأت في أول إعدادي. انتوا رحتوا فين بقى في التهجير؟ فين؟ شرقية ولا إنا؟ أنا أصلاً من محافظة إنا أساساً. آه، فأول ما رجعنا السويس طبعاً السمسمية لقيت نفسي على طول رحت رايح في طريق السمسمية. كان في السويس عم كابوريا مثلاً، وكان في العم الله يرحمه كابتن غزالي طبعاً، فرقة أولاد الأرض طبعاً. كان عيد الجنايني، الفنان عيد الجنايني، الفنان سيد عبد السلام، الفنان بكر حسن الله يرحمه، الله يرحمه طبعا، الفنان سيد عبد السلام الله يرحمه، كان في الله يرحمه الفنان سمير القطوعي، الفنان عبد اللطيف محمود، مجموعه كلها كانت طبعا عتاوله واكبر مني في السن. فانا بدات طبعا ايه، انا دخلت السمسميه. السمسميه كان نظامها الاول 5 وتر. فكان نظامها يعني ايه بطيء شويه، يعني مثلا ايه والله يا عيني الصالع، الشغل ايه النايم شوية. رصد. فأنا قلت إيه، طب يعني عايز أعمل حاجة إيه تبقى إيه منفردة باسمي أنا. فقلت إيه، طب ما نعمل تحديث شوية في الأغاني نفسها، في الريتم نفسه، في الإيقاع نفسه. بقيت أزود الله يا عيني صالة عن النبي، والله يا عيني صالة عن، مشيت الشغل شوية. من الجزئية دي بدأ اسمي يتعلق مع الجمهور. فعلا شقيت طريق، الحمد لله ربنا كرمني. مش انا اللي اقول على نفسي ان انا بقيت نمره واحد، لا، بقت الناس هي اللي تقول. والحمد لله لغايه النهارده انا محافظ على السمسميه، لدرجه جت علينا سنين في السويس خدت بتاع 5 6 سنين ما كانش في فرق، ما كانش في فرق السمسميه خالص، لا في السويس ولا اسماعيليه ولا بورسعيد، كانت كلها مزيكا، وكان الدي جي لسه طالع. ولكن كرم من عند ربنا والحمد لله، وكنت على مبدئي ان انا ايه مرتبط بالسمسمية ومش هغير. كله غير، حطوا الأورج مع السمسمية، خلاص السمسمية تركنت على الجنب. أنا بفرقتي بمجموعتي استمريت، وفي نفس الوقت لما بيقولوا لي طب جوهرة ليه، قلت لهم بنسيبها لبيلي لاعب الكورة البرازيلي. وانتوا كنتوا في الفرقة دي اللي أنا أعرفه كان إخواتك كمان معاك فيها. أنا جي علي سنين كان معايا 5 إخواتي في الفرقة، وما كانش حد كمان يعرف يدخل وسطيكوا، واتنين ولاد عمي، وحوالي 5 6 منهم الجيل بتاعي كان كنا زملاء في الدراسة وفي الفرقة. يعني احنا كنا الصبح في المدرسة، بعد بالليل شغالين حفلة، شغالين فرح، عيد ميلاد.